الإنسان الذي يحب ربه فعلا تظهر عليه علامات. الله عز وجل يا أخواتي إذا أحب العبد نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء يا ملائكة السماء السماوات السبع مصطكة، كل السماوات السبع ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد لله أو راكع، كلهم مناديين جبريل يا ملائكة السماء إن الله أحب فلانة، أحبك الله باسمك، فيحبه أهل السماء كلهم. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ يطرح لها الله القبول في الأرض. فأول علامات محبة الله للعبد أن يطرح الله القبول لهذا الإنسان. فمن وفق للقبول بين الناس وأصبح الناس تأمنه ويسعدون برؤيته ويدعون له ويذكرونه بخير ولو كان غائبا، هذه أول علامة من علامات محبة الله للعبد. فالله عز وجل إذن إذا أحب العبد طرح له الله القبول في الأرض. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع بها نسب. إذن من علامات حب الله للعبد أو للأمة أن يعينه الله، فتجد عينه تكره الحرام، تجد أذنها تكره الحرام، ولسانها يكره الكلام بالحرام، تكره الغيبة، تكره النميمة، تكره الكذب، ما تستلذ بها، وإذا كذبت تجدينها تستغفر. هذه علامة من علامات حب الله للعبد. من علامات حب الله للعبد أن يجعل الإنسان يكره أن يأكل حرام أو أن يرى حرام أو يعمل حرام. فإن وجدت هذه الصفات فيك فاعلمي أنك حبيبة إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على طاعة الله ومرضاته. أيضا من حب الله للعبد أن الله تعالى يحمي عبده المؤمن في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الآن بعض المرضى نمنع عنهم بعض الأغذية، لماذا؟ حتى لا تضر هذا الغذاء فنحميه منها. فالله عز وجل إذا أحب العبد حماه من الحرام، كره إليه الحرام، يعصمه من الحرام، تجد سبحان الله يصرف عن الحرام، يعني يصرف بتدابير الله. قد يخسر هذه التجارة، لماذا يخسر الله التجارة دي؟ لأن هذا مال حرام، فيخسرك الله إياه محبة لك. هذه من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. من علامات محبة الله عز وجل للعبد الصالح أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى أجمل الصفات، إلى الرفق، إلى اللين، إلى ترك العنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. ما هو حالك مع الناس؟ هل أنت اللين الهين السهل؟ هل أنت ذلك الذي حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة المؤمن السهل اللين؟ هل أنت كذلك؟ هل أنت رفيقة بالناس أو أنت غليظة متكبرة تؤذين الخلق بلسانك وتؤذين الخلق بأعمالك؟ إن كنت كذلك فلست من أحباب الله. وإن كنت ترين من قلبك اللين والرحمة والرفق في الآخرين، فوالله هذه علامة توفيق وعلامة من علامات حب الله عز وجل للعبد وللأمة الصالحة. إذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد أو الأمة فإن الله تعالى يبتليه في الدنيا. الله أكبر، كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الابتلاء يا أخواتي من الله عز وجل لا ينزل إلا بحكمة من الله تبارك وتعالى، فكل ما يأتينا من بلاء فهو بحكمته وعدله، وكل ما يأتينا من خير فهو بفضله وبرحمته، فنحن نتقلب ما بين رحمة الله وعدل الله. هل هذا هو ظننا بالله إذا جاءنا المرض؟ فإذا جاءك المرض يا أختي الفاضلة انظر إلى حالك، انظر إلى حالك، هل أنت امرأة صالحة طيبة ثم بليتي؟ إن كنت كذلك فلا تظني أن هذا الابتلاء لأن الله يكرهك. انتبهوا يا أخواتي، هذا كلام دقيق جدا، دقيق جدا. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ وأنا تكلمت عن هذا في أحد مقاطعي في قناتي. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ الفرق بين البلاء والابتلاء كلها تنزل من الله، لكن الفرق في حال المبتلى نفسه، الفرق في حال المبتلى. فإن كان هناك عبد أو أمة فيه فسق ظاهر وظلام ظاهر وظلم وأكل للمال بالباطل، فإن هذا إذا ابتلي فإنه عقاب من الله عز وجل. كيف تعرفون الفرق بين العقاب والرحمة؟ العقاب أن ينزل البلاء على إنسان وهو حاله سيئة مع الله عز وجل، هذا الإنسان هنا يعاقب، ولكن حتى عقابه هو رحمة من الله. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا الله، ما أعظم هذه الآية! ظهر الفساد في البر والبحر، يعني الفساد هنا له معنيان، يعني الفساد اللي هو الإفساد اللي تعرفه المعروف، والمعنى الآخر وهو معنى دقيق أي أن الله يفسد على هذا الإنسان حياته، فتجد عنده أولاد لكن لا يستفيد منه، ما يبر فيه، عنده مال لكن لا يتمتع فيه، عنده صحة لكن ما يتمتع فيها، ما عنده ما يستمتع بصحته، عنده أشياء نعم لكن ما يستطيع أن يتمتع فيها، هذا يفسد عليه حياته. طيب لماذا يفسد الله عليه حياته؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. أنت جبنا لك المال، رزقناك المال فاستخدمته بالحرام فنفسد عليك مالك. أنت رزقك الله الأولاد والذرية فإذا بك تضطر وتتكبر على خلق الله فيفسد الله عليك حياتك. أنت أعطاك الله الصحة والعافية ورأيناك تفسق وتفجر فنبتليك بالمرض عشان ما تتمتع بصحتك. طب لماذا هذا كله يا رب؟ قال: لعلهم يرجعون، لعل هذا المرض أو هذا الابتلاء أو هذه الخسارة تكون فرصة لك لترجع إليه. الله أكبر، هذا الابتلاء. إذن هنا سنجد أن هناك حب من الله لعبد، لكن الله عاتب على هذا العبد لأنه أخطأ، فلذلك يبتليه عقابا له لعله يرجع. أما العبد الآخر الصالح، وأنت أعرف بنفسك إن كنت أمة صالحة لا تضرين أحد وتنفعين الناس، ثم فجأة بليت بمرض، بليت بمصاب، هذا رفعة لك وعزة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن كل الأنبياء ابتلوا. نبي الله أيوب كان صاحب مال وصاحب أولاد وصاحب خير ووجيه في قومه، فيأتيه المرض 16 سنة حتى يموت كل أولاده وتفنى كل أملاكه. هل لأن الله مثلا يعاقبه مثلا بشيء؟ لم يذنب، هو نبي الله معصوم، لكن الله عز وجل ليرفع هذا النبي وليكون هو مضرب الصبر لكل الخليقة. فلما عاد إلى ربه، يعني لما لجأ إلى الله عز وجل، حتى لجوء إلى الله انظروا إلى الأدب، ما لجأ إلى الله لجأ العاتب: ليش يا ربي تعذبني أنا بس، أنا نبي. الحين بعض الناس سبحان الله العظيم إذا صلت مثلا وحافظ على صلاته وجاءها مصيبة: يا ربي أنا وش ذنبي، أنا الصلاة وصلي والديني وبرهم، ليش تعذبني؟ ترى في ناس كذا. هذا نبي الله يبتلى 16 سنة، ولولا أن زوجته قطعت ظفائر شعرها لتشتري أكلا يأكلونه لما تكلم، كان استمر بصبره. وماذا قال؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بس ترى ما قال غير كذا، شوف الأدب، شوف الأدب في حواره مع ربه: إني مسني الضر. ما
وأنت أرحم الراحمين. يعني كان يقول يا رب أنا أمسني الضر وإن كان ودك يعني ترغب يا رب وتحب أن تشفيني فاشفيني، وإن كان ما تحب فأنا صاب. ما أجمل هذا التلطف وحسن الظن بربك. فإذا بالفرج يأتي، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد ومشرب، ضربة واحدة في الأرض فتنفجر عينان، فيشرب من الأولى فيشفى من الداخل، ويغتسل في الثانية فتأتي زوجته فلا تعرفه، شوفي من كل سقى. إذن الابتلاء هذا دليل حب الله للعبد، فإما أن يقومه لأنه أخطأ ويعدل سلوكه لعله أن يرجع فيكون خيرا له، أو أن يرفعه بهذا الابتلاء الذي يصيب. فهذه علامة من علامات محبة الله للعبد. لذلك إذا ابتليت يا أختي أو جاءك المرض أو جاءك أي أمر من أمور الدنيا فلا تغضبي على ربك، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد على حسب دينه، والعبد يرتفع منازل بهذا بصبره على البلاء. أيضا من علامات محبة الله عز وجل أن أحيانا تعجل عليك العقوبات في الدنيا لا يستدرجها الله، لأنه سبحان الله العظيم بعض الناس سبحان الله العظيم يعني يمدهم الله في طغيانهم يعمهم، يكره الله منهم الطاعة، ما يحب طاعاتهم، فذلك يتركهم، خله يستمر غارق في ذنوبه، لأن الله كره منه الطاعة، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. وبعض الناس لا، تجد سبحان الله العظيم الله يعجل له عقوبته في الدنيا. لماذا؟ لكي يمحص الله سبحانه وتعالى ذنبه، ولكي يطهره من هذا الخطأ. ولذلك الكفارات هذه رحمة من الله بالعباد، فالقاتل عندما يقتل خلاص سقط الحق الذي للأولياء المقتول، والسارق عندما تقطع يده خلاص سقط حق الله في حقه. لماذا؟ هذه كفارتك. فلذلك ترى كفارات هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. والله لا نوفى في الدنيا خير لنا من أن نوفى يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الخطير الذي نرى بأعيننا الابن يفر من أمه والأم تفر من ابنها، كل خائف كل يخاف على حسناته. لا والله، إذا أحبك العبد إذا أحبك الله فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لك بعقوبتك في الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة فتؤخذ منك. أيضا من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد أن يوفقه الله عز وجل لخدمة الناس وإعانتهم وتفريج كربهم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إلى الله، من هو أحب الناس إلى الله يا رسول الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ها يا أخواتي، هل أنتم من هذا الصنف؟ هل أنتم من الذين ينشرون الخير وينشرون البشرى، أو أنتم من اللي يفرحون بأي خبر سيء ينشرونه بين الناس؟ هل أنتم من تقضي حوائج الناس إذا مرضت جارتها، ولا إذا مرضت أختها، ولا زوجة ابنها فزعت وعالجت وساعدت؟ هل أنتم من الذين ينفعون الناس؟ أنت أعرض بنفسك، قيس الآن، استعرض بحياتك، هل الناس تنتفع منك؟ والله يا بعض الناس إنها تولد وتموت ما انتفعت منها بنتها ولا جارتها اللي في جنب بيتها، شغالتها تقعد 10 سنين 6 سنين 5 سنين عندها في البيت ما سمعت منها كلمة مرة، تقوم تعلمها صلاة. ترى في ناس كذا، وفي ناس ما شاء الله مثل النحلة، نحلة لا يأكل إلا لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وإذا وقعت على شيء إلا تكسر. خير وإما راحت خير، مثل المطر أينما حلت أنبتت. في بعض الناس كذا، وبعض الناس أعوذ بالله شر ما فيهم فائدة ولا خير. فإذا أحب الله عز وجل العبد وفقه لحب الخير ولفعل الخير ولبذل الخير. وأحيانا يا أخواتي تجد مثلا إنسانة فقيرة بسيطة، لكنها والله في ميزان حسناتها من الصدقات ما ليس عند الأغنياء. أعيد، بعض النساء وبعض الناس فقير ليس عنده يمكن ما يملكه،
لكنه لديه من حسنات عن طريق الصدقات ما ليس عند الأغنياء. لماذا؟ لأنها وسيطة خير تسعى في حوائج الناس. هي ما عندها شيء لكن هذه والله عليها فاتورة كلمت جارتها فلان، وهذه عليها كذا وكلمت جارة. وأنا لي مقطع يمكن شفتوه اليومين هذه نزل لوالدتي، أنا لأمي أهداها والدي قبل أكثر من 60 سنة هدية في ليلة زواجها. والدي متوفي الآن من حوالي 32 سنة رحمة الله عليه، ومنذ ذلك الوقت وهي تضع تلك المزهرية التي أهداها لها. وشوف المقطع انتشر اليومين هذه انتشار عجيب في تويتر وفي كل مكان، انظروا إليه. هذه 32 سنة وهي تضع هذه المزهرية كل ما جاء ضيوف اللي جاي حطتها قدامه، يعني مثل تقول اللي وده يحط شيء، وهذا يحط ريال، وهذا يحط قرش، وهذا يحط نص، وهذا يحط 5، ثم تأخذها في نهاية الأسبوع تقول اللهم إن هذا عن أبوكم تصدقوا وأعطوا، تعطي الفقراء والمحتاجين. سبحان الله العظيم، إذا حب الله العبد أعانه على نفع الناس. فهل أنتن كذلك يا أخواتي؟ فتشوا في حياتكم، هذه علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد. أيضا من علامات حب الله للعبد أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى حسن الخلق، إلى حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس، جاءوا ناس عنده يعني زاروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. من هو صاحب الخلق الحسن الذي لا يحسد ولا يحقد ولا يؤذي أحد، الذي كلما رأوه الناس استبشروا بوجهه؟ أنت بالله عليك يا أختي إذا اتصلت على أحد هل يستبشرون بتلفونك يا هلا ويا مرحبا، ولا ما يردن عليك؟ الدقين 6-7 مرات ما يرد عليك، ليه؟ خايفين منك ومن لسانك. ها أي أيوة، أحسن أخلاق، أحسن أخلاق، حسن الخلق الذي يبش فيه حتى الأطفال، والذي يبش فيه الجميع، والذي إذا ذكرت تكره الناس بخير. لماذا؟ لأنها سهلة. من هو أنفع، من خير الناس يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي ليس في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. هل أنت من هؤلاء؟ التقي معروف، التقي اللي يخاف الله، النقي إيش النقي؟ الصافية اللي نيتها صافية، اللي ما تبطن إلى الخير للناس، اللي ما في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. هل أنت كذلك؟ ابشري بالخير، أنت من أحب الناس إلى الله عز وجل. الله تعالى إذا أحب عبدا عصمه من النار وأدخله الجنة. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، فسعته حملته وقالت: ابني ابني. فقال القوم: يا رسول الله، هذه المرأة ما أظنها تلقي بابنها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار. وفي رواية أخرى لهذا الحديث تبين رحمة الله بعباده وحب الله لعباده في تلك المعركة العظيمة التي قتل فيها الناس كثرة، غزوة من الغزوات، أقبلت أم تركض من بين الناس، وهذا يبكي وهذا يصيح وهذا مقطع وهذا يحتضر، خوف وهلع في قلب الأم يكاد ينخلع من مكانه من خوفها. لماذا تخاف؟ لأن ابنها الرضيع مفقود بين هاته الجثث وبين هؤلاء المصابين. فما أن وجدته حتى ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتظنون أن هاته تلقي بابنها بعد أن وجدته؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع أن لا تلقيه، لا يمكن أن تلقيه. قال: لله أرحم بعباده من هاته بابنها. إذن الله عز وجل يحبنا ويكرمنا ويرحمنا ويعاملنا بفضله جل جلاله. من حب الله لنا أنه يفتح لنا أبواب التوبة. فالباب الوحيد الذي لا يغلق في وجهك أيها الإنسان إلا إذا غرغرت روحك هو باب التوبة.
باب التوبة مفتوح حتى تغرغر الروح أو حتى تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها. بل إن الله عز وجل من حبه لعباده أنه يعينهم على فعل الخير، فيأمر الله تبارك وتعالى ملائكته فيقول لهم: إذا هم عبدي بالحسنة فعملها فاكتبوها له عشرا، وإذا لم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بالسيئة فعملها اكتبوها سيئة واحدة، فإذا لم يعملها اكتبوها حسنة. أليس هذا دليل على أن الله يحب عبده؟ بل إنه ورد في بعض الآثار أن ملك الحسنات يقول لملك السيئات: انتظر، لا تكتب السيئة، انتظر لعله أن يتوب، لعله أن يستغفر، يؤخره حتى إذا فعل ذنبا آخر قال اكتبها حتى لا تضيع الأولى. وما أن يتوب العبد ويتبع السيئات بالحسنات حتى تمحوها. أليس هذا علامة حب من الله لعباده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذات يوم وأصحابه كانوا في صلاة المغرب، فيأتي وهو يركض رافع حاسر ثوبه. تخيلوا شكل واحد، يعني شكله كذا كأنه فرحان وجاي يبشر الناس، كان يركض رافع ثوبه إلى نصف ساقه يعني إلى ركبته، وماسك ثوبه فرحان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول هنا وقف أمام الصحابة وقال: إن الله يباهي بكم ملائكته، يقول: هؤلاء عبدي أدوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. أليس هذا علامة حب من الله عز وجل لعباده؟ الله تبارك وتعالى من حبه لعباده أن أعطاهم أعمال يسيرة تأتي لهم بأجور عظيمة. جلست جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها في مصلاها تصلي، وجلست تذكر الله حتى ارتفعت الشمس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وصلى وعاد، وإذا بها ما زالت في مصلاها، فقال: منذ متى وأنت هكذا؟ قالت: منذ أن صليت الفجر يا رسول الله. قال: لقد قلت أربع كلمات تعدل كل ما عملتي: سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد زينة عرشه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد مداد كلماته. الله أكبر. أليس هذا علامة حب من الله لعباده أن يعطيهم أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة؟ بل اسمعوا لقصة ذلك الرجل التائب الذي كلكم تعرفونها، لكن جميل أن نسردها في هذا الموقف. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج ذات يوم ومعه قومه، فتأخروا في سفرهم فانقطع عنهم الماء، ما معهم ماء. فقالوا: يا نبي الله، أنت كريم الله، قم وناجي الله، ادعوه أن يخرج لنا، أن ينزل علينا المطر أو أن نجد الماء. فقام موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فقال الله له: يا موسى، إن في جيشك، وكان عدد الجيش قرابة 20,000 مقاتل، قال: إن في جيشك رجل يحاربني بالمعاصي منذ 20 سنة. إن في جيشك، يعني في الآلاف هذه اللي بينك، واحد يعصيني من 20 سنة، والمطر لن ينزل مدام هذا العاصي بينكم، أخرجوه. فإذا خرج العاصي نزل المطر. فيقوم موسى منادي: يا قوم، العاصي يخرج لا نهلك بسببه. ويبدأ يذكر الناس ويخوف الناس ويذكرهم بالله، والناس ما بين باكي وما بين تائب وما بين منيب. فهذا العاصي عرف أنه هو المقصود، التفت يمنه فإذا الناس ما بين باك ومستغفر ويسره وأمامه وخلفه، فعرف أنه هو المقصود وأنه هو العاصي. فأدخل وجهه في وسط ثوبه لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله، وناجى ربه القريب ممن دعاه سبحانه، وقال: يا رب، إن أنا خرجت افتضحت فضيحة، إذا أنا طلعت الحين قدام الناس فضيحة يا رب، وإن أنا بقيت لم ينزل المطر، يا ربي ما الحل؟ اللهم إني تائب يا الله فاقبل توبتي، اللهم إني تائب فاقبل توبتي. وبدأ يبكي بكاء الصادق المتضرع الذي يعلم أن الله يسمعه وأن الله قريب منه
وأن الله يغفر الذنب مهما عظم، وهو في بكائه وفي خشوعه، وما هي إلا دقائق، وإذا بالسحب تأتي من يمنة ومن يسر ومن كل مكان، حتى تصطك السماء بالغمام وينزل البطر ويشرب الناس. فيقوم موسى ويقول: يا رب نزل المطر وما خرج العاصي، نزل المطر وما خرج العاصي. فيقول الله له: بسبب ذنوبه منعتم القطر من السماء، وبسبب توبته جاءكم القطر من السماء. الحديث لم ينتهي يا أخواتي. أعظم موقف في الحديث هذا الذي أذكره لكم، ماذا قال موسى؟ قال: يا رب أين هذا الذي كدنا أن نهلك بسببه ثم أنقذتنا بسببه؟ دلني عليه، هذا الإنسان الصادق دلني عليه، أريد أن أعرفه يا رب. فماذا قال الله؟ قال: يا موسى سترته 20 سنة وهو يعصيني، سترته 20 سنة وهو يعصيني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ الله أكبر، ما أعظم الله وما أعظم حب الله لنا. لو جلسنا نتكلم عن حب الله لعباده لما كفانا الوقت، فالله عز وجل قد أغرقنا بفضائله، فما بنا من نعمة فهي من الله عز وجل. فهذه هذا هو عطاء الله. إذن على العبد المؤمن أن يعلم أن مهما قدم فإنه لن يوفي ربنا حقه.